إلى حد ما هناك خطر على الوطن للأسف، وهذه الحالة كمان ما بدنا نبالغ فيها، بس هي حقيقة موجودة. ما فينا إلى حد ما كثيرين من النواب، كثيرين من الشيوخ، كثيرين من ما يسمى الرموز الوطنية، كثير منه في هناك نوع من اللغط. كيف يتم البلد هذا؟ كيف ممكن ننقذه؟ طب شو دور الشباب؟ طب أنا وظيفتي، عاطفتي أنا أين تذهب؟ هل إني أظلني ماشي لأجل الوطن والخوف على الوطن؟ لأنه إذا فتحت هيك مواضيع تؤثر سلبا على الوطن، ولا أنا واجبي إني لازم أقول لا هذا خطأ؟ ولا هل موضوع الأخ مصلح، هل هو إذا فعلا كان حقيقة، خلينا نحكيها، ما بدي أقول لأسباب خاصة، إذا الزلم كمان هو خايف بغض النظر، طبعا هو زي ما بيقولوها لازم تقيس قبل ما تغيس. طيب وبعدين، طب هل هو إذا كان بإحدى الملفات اللي تمس الوطن والشغلات اللي بتمر إحنا بنمر فيها، وإحنا للأسف بلشنا نطلع بشعار الاكتفاء الذاتي، وأنه نعود أنه نعتمد على نفسنا وهو. طيب وما زالت هناك بعض الناس إلى حد ما، ما يسمى الحيتان وغيرهم، تنهش بهذا البلد، ما هو واجبنا؟ طيب هل يعقل أنه نذهب للضرائب ونتظاهر مشان الضرائب، والآن يتم ما بدنا نحكي أنه مؤامرات خارجية تضغط على حساب الأردن وهويته فيما يتعلق بصفقة القرن؟ هل هناك مظاهرة إيجابية تدعم موقف جلالة الملك في واشنطن؟ أين نحن مما يحدث في قرار مثل اليهودية الدولة؟ أين نحن فيما يحدث في صفقة القرن؟ ما نتكلم عن ضريبة ومشروع ضريبة، لا نتكلم على أنه الوطن نفسه كهوية أنه يبتز، وأنه أخواننا إن كانوا أشقاء من هنا من هنا تركونا لوحدنا. الآن أين تذهب عاطفتي؟ كيف نفكر مع بعض؟ كيف نكون نحن نسيج أردن واحد؟ ولطالما كانت الأردن، استقرار الأردن يقوم على الهاشميون وتماسك الجبهة الداخلية، أصبح عندنا مشكلة في تماسك الجبهة الداخلية. طيب وإحنا كمان بضلنا نحكي بدناش الحطواطي، البرد بخير برد بخير، بس حسب الأرقام وحسب المعطيات وحسب التدمر اللي عم بيصير، لا، فيما يتعلق بتماسك الجبهة الداخلية يجب أن يكون هناك شيئا ما، يجب أن يكون لنا دور فيها. وكثيرين من الناس خاصة من القامات، شوي عتب على الحرس القديم، إنه هم اللي كانوا شعارنا وكنا دائما نطلع لهم، مش موجودين نهائيا على الساحة. مشان هيك ما منلوم كثير كمان السوشيال ميديا وخاصة الشباب كمان اللي عنده عاطفة المقرر فيهم. أين الأردن يذهب وما دورنا اليوم؟ أنا هذا السؤال بحب إني أطرحه. أول شيء يعني بطلب من أستاذ ومعالي الأستاذ مازن الساكت إنه مشان الوقت إنك تجلس هون تحدد إنه شو اللي عم بيصير ودن. طب كيف ممكن نلمهم؟ كيف ممكن نلمهم؟ قديش في منتديات عن الشباب؟ قديش في مؤتمرات عن الشباب؟ كلها فاشلة. المال المنظمات غير الحكومية أكلت البلد، ولا يوجد لديها أي يعني أي خلينا نحكي منتج في استقرار البلد. فأنا اللي بحكي إنه يجب أن يكون هناك وقفة وطنية، والشعارات اللي نتغناها من العبدالله وغير العبدالله والأشعار هاي كلياتها مش عم نلاقيها في الوقت البلد هو أمس الحاجة لها. أنا فوق هذا كله جدا إيجابي وبحاجة أن أكون إيجابي، لكن لازم أن أكون بنفس الوقت واقعي. كيف نسير في هذا البلد في ظل هذه التخبطات اللي احنا بنمر فيها، خاصة انه قد انه نثار على موضوع صغير جدا، طبعا كل مواضيع مهمة، لكن في موضوع يتعلق بالوطن وهويته احنا نفسنا مش متحركين. فانا اترك المجال لكم ولاخواني الموجودين هون، ومع ذلك تفضل وتأطلنا عليكم الحديث وسامحوني على اللي صار. وسائل التواصل الاجتماعي وهي قضية الدخان وتهريب الدخان، وهي أصبحت قضية رأي عام، لذلك الناس مهتمة، خاصة إنه يعني ما نشر من معلومات بغض النظر عن مدى صحتها ودقتها تتعلق بعمليات كبيرة قد يكون تورط فيها أعداد من الناس اللي لهم مواقع رسمية أو عامة، ولذلك يعني الناس فتحت شهيتها على مرة أخرى محاربة الفساد. الشعار اللي صار لها الناس يعني بتتحدث فيه منذ على الأقل بشكل شعبي وعلني وواضح بداية الربيع العربي.
واللي النتائج الحقيقية لهذا الشعار لم تلبي ما كان يتوقع الناس من جدية في مكافحة هذه الظاهرة وهذا المرض المنتشر، واللي نأمل أن لا نكون وصلنا إلى الفساد المؤسسي والجريمة المنظمة زي ما بقول. لكن بصفة الأخ مصلح ما جاش ويعني هاي قضية بدها معلومات، وأنا من الناس اللي بحكيش إلا إذا كان عندي معلومات، لا أردد الإشاعات مهما كنت يعني متيقن إنها بجوز تكون صحيحة لأسباب عديدة، لأني بعتقد أنا في هذه القضايا وفي القضايا الأخرى خلط الصحيح بالغير صحيح يضعف الصحيح. يعني عندما تختلط الإشاعات الصحيحة بغير الصحيحة تضعف الصحيحة، بصير الناس يشكك بالصحيح. بكل الأحوال أنا بقول إنه إحنا بنمر في مرحلة يعني في سياق تطور تاريخي كبير، بدأ بالعولمة ونظام العولمة وانتهى بالتسوية السياسية اللي أقرت سواء يعني وادي عربة أو غيرها من الاتفاقات، ثم دخلنا مرحلة ما سمي بالربيع العربي، وهي مرحلة لها أسبابها يعني الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتعلقة بسيادة نهج اقتصادي زاد من التهميش والاحتقان والبطالة والفقر، ومع أنه هذا العهد رفع شعارات الليبرالية السياسية أحياناً إلا أنه استمر في الشعب لواقع سيء، واقع من التهميش والاستلاب والتفرد في السلطة، وأن يؤدي إلى نتائج أفضل وإلى تطور وإصلاح، رغم أنه وصل إلى إسقاط أنظمة مهمة كبيرة، لكن مع الأسف نتيجة عوامل عديدة من أهمها هي القوة والبرامج الواضحة التي تقود إلى عليك الصوت بس هيك، يعني بقول في غياب كان لقوة وبرامج، يعني الربيع العربي الناس أدركت ماذا لا تريد ولكنها لم تدرك ماذا تريد ولم تملك أدوات لتحقيق ماذا تريد، ولذلك اللي نتج هو حالة من الصراع والفوضى أدى إلى قيام حروب أهلية وإلى حالة تدمير للبنى التحتية وحالة حروب أهلية، بحيث أن النتائج الرئيسية بغض النظر عن رأينا واختلافنا في قصة الربيع العربي أدت إلى تدمير ما أنجز خلال قرن كامل وهو بناء الدولة. يعني أهم شيء أنجز في القرن الماضي وبناء الدولة، هلا دولة راضين عنها مش راضين عنها، ديمقراطية مش ديمقراطية، في مؤسسات وفي مجتمع وفي عقد اجتماعي على قولة جماعة العقد الاجتماعي، لكن هذا شفنا تدمير في سوريا، تدمير في ليبيا، تدمير في اليمن، وشفنا انهيار في مصر للمؤسسات ومأزق بكل الأحوال. في الأردن أنا لم أنتقل للأردن بحث هذا الموضوع طويل في رؤى واتجاهات مختلفة، في الأردن استطعنا أن نتجاوز السونامي الكارثة المدرسة وأن نحقق بعض الإصلاحات قد لا تكون مقنعة للبعض وقد تكون كافية للبعض، البعض بجوز يشوفها زيادة، اللي كان يعني حاب الصفة القديمة للدولة
بكل الأحوال. وبعتقد بذلك إحنا يعني أخذنا فرصة جديدة لنستمر في يعني صنع إصلاح تدريجي قد يكون بطيء له مقاومة، ولكن سلمي، حافظنا على منجزاتنا، تجنبنا العنف في مجتمعنا، تجنبنا تدمير المنجزات السابقة، واستمر هذا الوضع رغم أنه شهد أحيانا تراجعا عن ما كنا نرحله في حالة الربيع العربي وما كنا نتأمل منه. يعني مثلا كنا نتأمل على الأقل نقطع من الصوت الواحد في قانون الانتخابات، غاز الصوت الواحد حاكمنا بعد الربيع العربي كذا دورة وكذا سنة كمثال. مثل مشكلة باقي الأقطار إنه لم نملك حركة سياسية وأدوات سياسية وبرامج قادرة إنها تأثر وتقود المجتمع وتخلق حالة سياسية جديدة، باستثناء الاتجاه الإسلامي. مع احترامي للأخ صالح، الاتجاه الإسلامي أخذ الغنيمة سواء بالصندوق أو بالبندقية في كل المرحلة، من العاقل فيه للمتطرف الإرهابي وكل الأحوال. في الأردن غياب الحركة السياسية أبقى الواقع التشكيل في الدولة وفي المؤسسات كما هو، تحديدا بقصد أنا الإفرازات الانتخابية يعني اللي بصير في الانتخابات سواء في البلديات أو في مجلس النواب في كل الأشكال. لم نستطع أن نفرز يعني مؤسسات منتخبة تمثل برامج أو تمثل اتجاهات وتدافع عنها. هلا ناس بتقول لي في تزوير في قانون في كذا، صح، لكن الأهم أن واقع المجتمع لم يملك القدرة على إفراز حالة مختلفة ومتقدمة. يعني أنا دائما بقول في 15% من الدروس، في 15% من المخابرات، في 15% للعشائر، بس في 55% للناس. أيضا يعني شكل تعامل المجتمع مع الانتخابات النيابية مفرز النهي، وبالتالي يعني ما قدرنا نوصل لبرلمان في اتجاهات، وفي ظلت التكتلات البرلمانية الطريقة اللي هي موجودة فيها، إما بالعلاقات الشخصية أو من خلال الاتفاق على المواقع أو يعني أشكال مختلفة، أو من خلال قرب في التفكير. الحدث في الأشهر الأخيرة هو في ظل واقع اقتصادي صعب في الأردن، حصار استمر 5 سنوات بحكم طبيعة الأحداث اللي حوله، تزايد مديونية، عدم قدرة على يعني النهوض بواقع نمو اقتصادي، هجرات كثيفة من المهاجرين خاصة من سوريا للأردن وأعباء ذلك على الاقتصاد، عوامل متعددة أدت أن الصعوبات الاقتصادية تزداد عمقا وصعوبة. ومع الأسف الحكومات المتعاقبة لم تجد إلا أن تلجأ للسياسات الجبائية، سواء من خلال ضريبة المبيعات التي تعممت على كل شيء، ومن خلال سياسات ما يسمى برفع الدعم، ثم في قانون أو قانون الضريبة المقترح اللي كان سابقا مقترح، واللي كان سيؤدي أيضا إلى مزيد من يعني فرض ضرائب تمس شرائح واسعة المجتمع.
كل ذلك أدى إلى وجود احتقان شعبي، سخط شعبي عام. شفنا حراكات شعبية غير منظمة لم تشارك فيها الحركة السياسية بشكل واضح، ليس لها عناوين واضحة تتحدث معها، شعاراتها إما متطرفة في سقفها أو منخفضة، ليس لديها وضوح برنامجي بحكم طبيعة الحراك ووعيه واختلاف تشكيله والفئات المشاركة فيه إلى كل ذلك. يعني أدى إلى حالة من الإرباك في المجتمع، إلى حالة من مزيد من يعني شعور الناس بالمأزق والخوف من المستقبل والإرباك في معليك. بقدر أقاطعك بهيك شغلات؟ أنا هاي النقطة كل من نحكي فيها، هل هذا الخوف مبالغ فيه؟ أنا أكمل بس أكمل للناس أنت جبت محل مصلح، يا بحكي يا بقول. لا لا أنا ها ترافق ذلك مع تطورات عديدة، وكان من المعروف ومن المنطقي أن يكون في هناك هجمة صهيونية في ظل هذا الواقع، واقع تحول فيه الوطن العربي في موازين القوى الإقليمية إلى صفر صفر. أصبح هناك في مراكز قوة ثلاثة في المنطقة الإقليمية، تركيا وإيران وإسرائيل. بدأ البرنامج الصهيوني يخطط إلى تصفية القضية الفلسطينية، سواء من خلال مزيد من الاستيطان أو الاستيلاء على الأرض أو ما شهدناه مؤخرا أو سمعنا عنه من ما يسمى بصفقة القرن والقانون الأخير اللي أقره الكنيسة في الصهيوني في موضوع يهودية الدولة واختصار الحق في هذه الدولة على اليهود. وهذا بالتأكيد له تأثير مباشر على الأردن بشكل خاص، فنحن لسنا فقط قطرا عربيا نتأثر، نحن جزء من البرنامج والمخطط الصهيوني في المنطقة جغرافيا وبشريا وسياسيا. فقضية تصفية القضية الفلسطينية بتهمنا لأنها أحزابنا، تصفية حق العودة بهمنا لأنه أحزابنا إلى كل هذه المخاوف مع الأزمة الاقتصادية مع تشابكت. وشفنا ظاهرة في رمضان اسمها الحراك الشعبي في الواسع في عمان تحديدا، وأنا بعتقد هذا الحراك يعني جزء منه امتداد واستمرار لحراكات المحافظات اللي كانت وأشكالها اللي تحدثنا عنها، وجزء حتى الفئات الاجتماعية التي دخلت فيه سواء بواقعها الاقتصادي الاجتماعي أو العمري أو بجزء في آلاف منهم ما عمرهم مش فتحوا التلفزيون على الأخبار ولا الراديو على الأخبار، في طبيعة خاصة لازم نعترف فيها في هذا الحراك اللي خارجه كانت الحركة السياسية. أنا بقول ربنا سترنا اللي نزلت النقابات على الحراك وأصبح هناك يعني عنوان نتحدث له. لما اجت الدولة ومجلس النواب تتحدث مع النقابات كادت تفشل هذا العنوان، بعد أنه طلعت صارت الناس تسب على النقابات بعد ما طلعوا من الاجتماع. وانا من الناس اللي قلت في العيان انه يا اخوان احنا اجانا هذا العنوان من غايب علم الله، ما كناش عارفين مع مين نتحاور ولا مع مين نحكي. اجوا النقابات، يعني لا يجوز ان يتم التعامل مع النقابات بهذه الطريقة. المهم تصاعد الحراك الى ان صار هناك يعني نوع من المأزق السياسي العام في الدولة،
الذي اضطر الدولة إلى حل الحكومة، تقديم استقالتها وتكليف رئيس جديد له سمات ديمقراطية، يعني ليس عليه مخالب سابقة، يحمل تراثا سياسيا يعني المفروض أن يفتخر به، وجاء هذا التشكيل الحكومي وناس كثير أحبط من التشكيل نفسه الذي لم يعبر عن ما كان يطمح له الناس في هذا العنوان الذي جاء للرئاسة، ولا في العنوان الذي حمله الناس في المظاهرات وكان متوقعا أن يتم في التغيير. الآن في ظل كل هذا بدأت تطلع قصص هي قديمة جديدة، قصص الفساد، الفساد المؤسسي. ولذلك يعني أنا بعتقد أنه يجب أن نتعامل معها بحرص شديد، بحيث نكون يعني متمسكين بضرورة أن نحارب الفساد الحقيقي، وأن لا يكون هناك تسويف وتغطية. مش نروح نحاسب العمال اللي على الآلات تبع شو اسمه تبع السيجارة، عامل نحاسب المسؤولين ونحاسب السياسيين الذين هم متورطين وجزء من هذه الشبكة إن وجدوا، بس بشرط أن يكون هناك حقائق، وأن لا نستخدم يعني الصور ليست أدلة. يعني أي واحد بيدعوه من النواب بروح بقص وبفتتح ومش عارف إيش وبقيم بعض. لذلك يعني إذا صار في تركيز على ضرورة أن يتم التعامل مع قضايا الفساد حتى النهاية، يعني بشكل رئيسي، أن لا يكون صوري، أن لا يكون هناك إخراج لهذه القضية فقط بالشكل، مدام هربوا هذولا كم من واحد، وأنه هنا يعني الأمور تصبح قضية تهريب، قضية أكبر من قضية تهريب. لما القضية تمس الجسم السياسي والإدارة العامة بشكل رئيسي، على شكل شبكة وعلاقات، تصير قصة أخطر من موضوع تهريب دخان بكثير بمعناها وبتأثيرها وأنا بعتقد هذه واحدة من القضايا، في قضايا عديدة في مجتمعنا مثل هذا النوع. يعني كنا حابين نسمع الأخ مصلح إذا عنده معلومات حول هذه القصة، أنا لا أريد أن أكرر المعلومات لأنه معلومات من زي الناس من الفيسبوك ومن شو اسمه وتبع الحكومة، البيان واضح يعني ما فيهوش. يعني كان عندي شوية معلومات قديمة لما كان حيدر الزمن، كنت أعرف أنه في قصة ومسكت الآلات وتهربت على العقبة وانحطت على الباخرة، بعدها نشوف معت بالشمع الأحمر، شوف لوين القدرة والتأثير، إن الناس بتطلعها ووديها على العقبة وبحطها على الباخرة، ونزلت الساعة 3:30 بالليل لأنه الناس لحقوها هناك. حيدر كان والأجهزة الأمنية المخابرات العامة تدخلت لحتى يعني صار فيه قدرة على وقف هذا هذا شيء خطير كثير. بس أنا سويت لكم المقدمة وأنتوا كملوا ناقشوا. كنا بحديثنا في التحليل في الوصف التحليلي لما هو يجري. أنا بعتقد أنه اليوم الأردنيين كلهم بتساءلوا في خوف أنه ما الذي يجري في هذا البلد. يعني مثلا المفصل الأول أنه القضية اللي حكاها معانا أبو شاهر أنه هاي قضية مؤسسات ودولة وهذه الأجهزة وهذه الأطنان وهذا الفساد، هذا يدل أنه هناك فساد في الإدارة العامة، فساد ما بدناش نغطي يعني بهذا الكم، وخاصة أنه إحنا
بظل غياب رؤية، بظل غياب الإعلام الوطني الحقيقي، صرنا نسمع لكوهن. يعني حقيقة الأردنيين كلهم وقرايبي في الطفيلة بيسمعوا لكوهن، صاروا يعني يعني ما نكذبش على بعضنا في هذا الموضوع. الإعلام الرسمي الأخت جمانة غير مقنعة، يعني أنا لو أني أنا باجي ما بقي محمد المؤمن وبحطه للأمانة. بالتالي أنت بدك رجالات دولة يتحدثوا في هذا الموضوع. المواطن الأردني بيسأل بيقول وين الحكومة، يعني أن هل نحكي صراحة، هل كلام رئيس الحكومة عندما يقول أنا أخذت الضوء الأخضر لمكافحة الفساد هذا يعني ردا على رئيس الحكومة، هذا يعني بالمضمون أن السابقين لم يأخذوا الخط الأخضر وبالتالي هذا يجب أن يحاسب عليها؟ هذه النقطة مهمة في الموضوع، أنه أنا أخذت الخط الأخضر، يعني ليش قبل لك ما كانوا أخذوا الخط الأخضر؟ الضوء الأخضر عفوا. بمعنى وبالتالي اثنين، يعني أنا حتى العبارات لرئيس الوزراء أنا انتحاري، لا احنا قبل شوية أبو شاهر حكى قال احنا دولة قانون، يعني حتى لما ينسأل الناس بدك تكون قانون. أنا بعتقد انه هاي المفاصل اللي نتحدث فيها، المواطن الأردني خايف يسأل، انهيار في منظومة الوزارة، يعني منصب الوزير انهار بهالشخصيات اللي شفناها. احنا صرنا في حيرة من امرنا بين كلام جلالة الملك انه هذه الحكومة فيش فيها الا اربعة والباقي نايمين، ويجي الرزاز رجع معاه قديش واحد، رجع معاه 16، يعني انا صرت في حيرة. وبالتالي انا بعتقد انه هذه القضايا اللي اصحاب المعالي والذوات انه نركز عليها، نحكي بالمختصر زي ما الدكتور حكى ونعطي فاكسات على رأي اخونا الدكتور محمد المصالحة، نعطي فاكسات في هذا الموضوع. الأستاذ العرموطي أستاذنا فاكسات، لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا أمنيا ولا اجتماعيا، أصبحنا نعيش في غربة، أصبح المواطن لا يثق لا بحكومة، وأصبح هناك مراكز قوة تسعى لتدمير كل مؤسسات الدولة، سواء كانت حكومة سواء برلمان. شوف الهجمة على البرلمان بكلام متواضع جدا، لا يليق أن لا يستطيع الإنسان أن يتلفظ في هذا الكلام. وتناولوا القصر وتناولوا المؤسسات وتناولوا رئيس هيئة الأركان وتناولوا، إذن في شيء يخطط له في المنظومة الموجودة في موساد صهيوني. أنا ب99 التقينا مع الملك في لقاء خاص لما جينا نعمل مسيرة زحف مقدس، وبتعرف الملك بعفوية بيحكي قول يا أخوان بدها انتباه، الموساد الصهيوني متغلغل على الساحة الأردنية، الموساد الصهيوني متغلغل على الساحة الأردنية وهو مسلح، كلام خطير جدا. إذن من يخطط ومن ينظم لهذا البلد؟ القانون اللي حكى عنه الأستاذ أفضل كثير من قانون، خلينا نكون واضح، من قانون الصوت الواحد، يعني فرز. وإحنا قدمنا الآن مشروع، مش خافين من حل مجلس النواب، قدمنا مشروع أعطينا للأحزاب دور بشرط أن يعدل الدستور، مش هي هذه. والأكبر منها الأراضي التي بيعت من خزينة الدولة وسجلت واستملكت وبيعت لأشخاص وما ظل لا ميناء عقبة ولا أغوار ولا ولا ولا، تعال شوفوا معظم خزينة الدولة أراضيها كلها مباعة. لذلك طلعت لنا هذه القضية، طلعت لنا هذا أكبر فشل تتعرض إلى الحكومة. هلا قاعدين بيغنوا انه الرئيس بكافح، والرئيس بصير يقول انا انتحاري؟ انت دولة مؤسسات القانون، انت بدب استاذ دبلوماسي، هل يجوز مصطلح انتحاري بالعرف الدبلوماسي؟ مرفوض. ما بتعمل انا استاذ محمد انا نعم واحد من النواب اقول انا انتحاري، يعني مش مقبوله بالعرف الدبلوماسي، لا يليق. انت دولة مؤسسات وقانون تمارس ولايتك في هذا الجانب. احنا هذه القضية مش جديدة يا اخوان، مش مجرد ان اثارها زميل بدا، هذه مثارة من 7-8 شهور. الزميل اللي اثارها زمان حازم المجالي تهدد انه ينقتل ويودوا له مافيات يقتلوه، تهدد حيدر تهدد ومردش عليهم، وتدخلت شخصيات كبيرة نعم وطرد من الوظيفة على أساسها على هذه القضية. إحنا فقعنا هذا اللغم والانفجار وما الآن محكمة مين مختصة؟ يعني لو الرئيس بده يريح حاله ويخليني أثق فيه وأنتوا تثقوا فيه ونعطيه صلاحية بحولها للنظام للنيابة العامة،
وبقول لها يعني يا عم ابسط رقابتك وانا ببعد وبصير لا مراكز قوه بتتدخل ولا ناس بتتدخل فيه ولا انا خرج خرجت من ايدي بعطي الولايه العامه للقضاء النظامي ويحدد اختصاصه. اذا كانت مخدرات بحددها، اذا كانت ارهاب بحددها، اذا كانت شخصيات كذا كذا بحددوها. اما تركني ودوني وينها؟ ودوها على التهريب على الجمارك، مدعي عام الجمارك. مو في ناس من هناك مشتركين في اعفاءات؟ لا لا من الدوله. لا يا سيدي لا ما تحولش لامن الدوله. اسمح لي بس خليني احكي. لا يا سيدي اسمح لي احكي، خليناك تحكي للنهايه. تحولت الى المدعي العام الجمارك، وقرر المدعي العام في محكمه الجمارك عدم اختصاصه. عدم اختصاصه هو يا سيدي قرر. هذه هو قرر، هو قرر اللي بيحكي معي قرر الفنيات، لكن التخريجي قرر المدعي العام حالتها لمحكمه امن الدلاله، والمفروض المدعي العام يقرر عدم اختصاصه بس، مش انت اللي بتقرر تحويل الى المختصاص. وبالتالي احيلت الى المحكمه الجنائيه، محكمه امن الدوله. محكمه امن الدوله يا اخوان عدل الدستور بال 2011 وحددت الاختصاصات لخمسه: الخيانه والتجسس وتزييف العمله والمخدرات والخيانه العظمى، خمسه. وبعدين اللي بعض القانونيين بيقولوا اختصاص محكمه امن الدوله، عدل قانون محكمة أمن الدولة بالمادة 3 اللي بتجيز أنه يقول رئيس وزراء أن هذه جريمة اقتصادية وحيلها. عدلت شو؟ لا في هي أحيلت، معلش أنا بس أعطيك معلومة مش بديش أصلح. في قانون مكافحة الإرهاب مادة 2 بتحكي عن يعني أي عمل يهدد الامن الاقتصادي والمالي للدوله وبناء عليه احيلت. لا لا يا سيدي اسمح لي بس خلينا اكمل، خلينا اكمل. ليست في محكمه من قانون منع الارهاب هذه يعني يا سيدي، ليس لي هذه لا ينطبق عليها ما قانون منع. الذي ينطبق عليها استاذ شمازن خلينا اكمل. من ضمن الماده اللي بتحكي عن الارهاب في قانون المحكمه. لا 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 ماني قاري يا سيدي، انا قاري قانون محكمه منع الارهاب وعارفه شو التعديل الذي تم على قانون محكمه امن الدوله بتعديل الماده بال 2014 عدلت وحصرت بالخمس تهم، حتى طاله اللسان وما شابه طال كلها احيلت الى المحاكم النظاميه. وبالتالي القانون محكمه امن عدل. بعدين اقول لكم انسوا هذه كلها. المادة 6 بقانون الجرائم الاقتصادية اللي بتاعت الرئيس، أنا محضر اقتراح بالقانون حسب ما بتعرفوا بتعديل قانون محكمة أمن الدولة، قانون شو اسمه الجرائم الاقتصادية. الرئيس بيشكل محكمة أمن الدولة يا جماعة ويعين القضاء فيها، والرئيس يحيل بقانون الجرائم الاقتصادية أي قضية اقتصادية. هذول المادتين غير دستوريات، أنا بتحدى يحلون للمحكمة الدستورية لانه الدستور تعدل، وقلت ان السلطه القضائيه سلطه مستقله، وقلت لما كنت بالماده 128 يجب ان تعدل القوانين اللي تنسجم مع احكام الدستور خلال مده اقصاها 3 سنوات. ما عدل القانون، بمعنى انت يا رئيس وزراء لا تملك وتغول على السلطه القضائيه والتشريعيه انك تمارس صلاحيات غير دستوريه. خلي مجلس خلي الحكومه وخلي مجلس النواب يودوها على المحكمة الدستورية ويقولوا انه هذه المادة 6 والمادة 3 تعطي صلاحيات لرئيس الحكومة في ظل التعديلات الدستورية، قطعا ما بتعطيها. ولذلك حتحويلها سيدي الى محكمة امن الدولة لحتى هم يكونوا مراقبين ويتجنبوا دخول الشخصيات اللي احنا بنعتقد انها ممكن ان تكون. وانت قلتها، انت قلتها في مجموعات سياسيه مشتركه صاحبه قرار وليس فقط لهؤلاء الفقراء. شكرا. ولا نستطيع ان نجاريك في مطلق الاحوال. صحيح، الله يمسيكم بالخير. انا بعتقد كل الاخوان على مشاربهم السياسيه كلنا متفقين على انه كيف نصلح الخلل مع المحافظه على الوطن، قضيه محافظه على بلدنا. ولهذا قلوبنا كلها ترتجف في الصحيح حينما يتعرض البلد لمثل هذه الهزة. في هزة كبيرة، احنا الليلة امام ظاهرة صغيرة صحيح لكنها ترتبط بقضايا كثيرة. يعني كنت اتمنى انه النائب المصلح يكون موجود بيننا، لكن ظاهرة عدم مجيئه ايضا تلقي ظلال على مشكلة انه هل يستطيع الواحد ان يذهب الى النهاية في ان يتحدث كما يشاء وكيف ما يشاء. هذه مشكلة. هذا نائب له بالدستور حق ان يتحدث في اي شيء اثار قضية،
كان يجب أن يدعموا البرلمان وتدعموا الدولة ويدعموا الكل بدل أن يتعرض إلى مثل هذه التهديدات. فأنا أعتقد هاي القضية الجزئية كنت بتمنى لو كان موجود كان سمعنا جوانب مختلفة عن كيفية طرحها ولماذا. أنا أعتقد في تسليط ضوء على دور البرلمان، هل البرلمان فعلا لديه السلطة أن يقوم بدوره التشريعي والرقابي بالصورة التي نريدها نحن؟ لأنه في خلل، في خلل في الدولة. حكومات تأتي يعني رئيس وزراء حينما يوقع على إعفاء شخص 150 مليون أمر ليس بالسهل، يعني في دول أخرى هذا رأسا رئيس الوزراء يؤتى به فور للمحاكمة لأنه أساء استخدام السلطة الموكولة إليه. فأنا أعتقد أنه بحاجة نحن الآن إلى تعزيز دور نعم ما شوف الإجراءات بس ما تكملت ما حد نفى فأنا أعتقد إحنا بحاجة إلى التركيز على دور البرلمان وإعادة صلاحية في البرلمان بحيث يكون فعلا قادر على أن يقوم بوظائفه بالصورة الصحيحة. النقطة الثانية اللي بستنتجه الصحيح أنه بهالفترة الأخيرة لأول مرة الشارع السياسي بقوة يستطيع أن يظهر، وهنا دور وسائل التواصل اللي يجب أن تقرأها الحكومات، أنه ما عاد الإنسان غافل أو ساكن أو غير متحرك، الآن في معلومة عم تصل بصرف النظر عن مصداقيتها عن ضعفها عن قوتها لكنها مؤثرة وعم تشكل رأي عام. الرأي العام لم يعد يتشكل من خلال وسائل الإعلام الرسمية حتى لو طلع فيه مين ما طلع يدافع. وثلاثة بعتقد أيضا أداء الحكومات المختلفة في إقناع الناس في سياساتها وفي الإجراءات بدءا من رفع الأسعار إلى فرض القوانين إلى غير ذلك من الأمور التي هيجت الشارع، أنا بعتقد ما زال دور غائب تماما. ما في إقناع لا على مستوى المؤسسة التنفيذية ولا على مستوى البرلمان مع وجود بعض الشخوص في داخل البرلمان اللي حقيقة يعني خاطبوا هذا الأمور. أنا بعتقد كمان يعني دور الأحزاب غايبة تماما. الحركات السياسية اللي تمت على مستوى شباب، وأنا بعتقد أنه دور النقابات كان الأحزاب صمتت تماما، لم نسمع بيانا حزبيا واحدا لا من مجموعة التنسيق ولا من الأحزاب المختلفة إلى حد كبير. كان يجب أن تتوحد الأحزاب وأن يكون لديها حتى تقنعني أنا بأنه هذه تستحق أن تدخل البرلمان وأن أعمل لها كوتا حتى تستطيع أن تصل البرلمان وتشكل حكومات برلمانية. أنا أعتقد أنه يعني الموضوع الاقتصادي والفساد مشكلة لا يجب أن تمر عليها مرور الكرام. الذي يستفز الشارع 100% ليس فقط رفع الأسعار وليس زيادة الواردات من قبل الضريبة بشكل أساسي، لكن حينما يشعر بأنه هنالك أموال في رقاب كثير من الفاسدين لم يتم تحصيلها حتى هذه اللحظة رغم ثبات ذلك، والخطر في مجلس النواب حينما أحيلت عليه كثير من الملفات الفساد، اليوم سميح بينه بيعترف يقول لك أحلناها كل المجلس والمجلس سكرها. ففي خلل في أداء المؤسسات. أنا أعتقد إحنا بحاجة إلى تقوية وتعزيز دور البرلمان ومراجعة ما ينص ما في من في الدستور من مواد حتى تستطيع أن تعطي البرلمان هذه القوة. وسلامتكم باختصار شديد الله يعطيك العافية. إطلالة تاريخية على الأردن الدولة والمجتمع والوطن وقضايا وهمومه ونشأته. إحنا ما في شك يعني إنه اليوم يشعر كل أردني بأن الدولة الأردنية على المحك، وأنه ليس مجرد المؤسسات والعمل داخل المؤسسات ودور كل مؤسسة هذا تفاصيل، لكن الدولة الأردنية كهوية كوطن كوجود. يعني اليوم نحس أنه الحدث العالمي الحدث الإقليمي الأفق العام اللي بصير فيه العمل السياسي في المخططات الدولية في المخططات الإقليمية، الأردن مستهدف ومستهدف يعني بجدية وبعمق. الآن هذا بيتطلب من وجود حركة وطنية أردنية واعية قادرة على أن تدعم الوجود الدولة الأردنية وأن تدعم وجود الدولة الأردنية، تدعم الهوية الوطنية الأردنية. الهوية الوطنية الأردنية المستهدفة المستنزفة بصيغ وأشكال وأساليب
وتحت شعارات كثيرة يعني ما أنزل الله بها من سلطان، فيما أنزل الله بها من سلطان، وفي ما أنزل الله بها من سلطان، وتحت يعني مسميات كثيرة. لكن اليوم إحنا بنشعر كأردنيين جميعا، وخاصة النخب يعني الأكاديمية والسياسية والناس المستنيرين واللي عليهم واجب، يعني إحنا ما بننتظر والله من عجائزنا واختيارياتنا اللي قاعدات في الدور ولا من أطفالنا ولا إنهم هدول إنهم ينهضوا بالمشروع الوطني الأردني وإنهم يدعموا الدولة الأردنية وينافحوا عنها وعن وجودها وعن استمراريتها. هذا واجب النخب. ويعني لو عدنا للتفاصيل الداخلية، التفاصيل عندنا قناعة جميعا بأنه المؤسسات معطلة، وخاصة مؤسسة أساسية ومحورية وعمود فقري في نظامنا السياسي. عندما نقول في الدستور نظامنا السياسي نيابي ملكي وراثي، فنحن نبدأ من العمود الأساسي وهو مجلس النواب. وبجوز أنا يعني من خلال تجربتي البسيطة في مجلس النواب 17 ومن خلال يعني مراقبتنا للمشهد بشكل عام، لسنا راضين عن الدور ومكانة هذه المؤسسة المحورية في نظامنا السياسي، وشعرنا بخيبة أمل وبطعنا في يعني حلمنا الوطني في أحداث أيار الأخيرة، عندما تجاوز الشارع مجلس النواب، وعندما تجاوز الشارع الأحزاب السياسية، وعندما تجاوز الجميع وحمل الرأي الشارع وذهب إلى الدور الرابع وبدأ يخاطب الحكومة مباشرة. وهون دخلوا إخواننا النواب وإنهم كوسيط ما بين النقابات وما بين الشعب والحكومة، ما بين النقابات وما بين الحكومة. هذا ليس دور مجلس النواب، مجلس النواب هو المظلة وهو القبة وهو المكان الذي يجري فيه الحوار الوطني الواسع. والمجلس النواب إذا لم تكن هنالك من أحداث، لم تكن هنالك من قضايا، يجب أن يفتعل مناسبة للحوار، وأن يكون هو في أروقة مجلس النواب تجري كل الحوارات حول كل الشؤون الوطنية. ولا يجوز أن يكون هذا المجلس الذي هو الممثل الشرعي للشعب الأردني والمعبر الدستوري عن طموحات الشعب الأردني، لا يجوز أن يكون بهذا الوضع اللي إحنا بنشوفه اليوم. جاءت حكومة الدكتور الرزاز، أنا شخصياً متفائل بالرزاز كشخص، وبجوز كلنا كرأي عام أردني كنا يعني متفائلين بما يحدث. أولاً أنه في حكومة متجبرة، حكومة قاسية، حكومة تقوم على الجباية، حكومة تقوم على أيضاً الاستخفاف بالرأي العام، بالنواب، بالشعب، بكل شيء. حكومة غريبة عنا، ذهبت إلى حيث ألقت رحلها غير مأسوف عليها. جاءت حكومة جديدة على وقع يعني الشارع، على وقع مطالب الناس، استبشرنا خير. وكان كلام سيدنا كلام جلالة الملك في مجلس السياسات وفي أيضا في توجيهاته للحكومة الجديدة يعطي أمل بأن هنالك حكومة قادمة عندها مشروع إصلاح وطني. مشروع الإصلاح الوطني عبرت عنه الحكومة، وقالت أيضا بأنها تستند إلى كتاب التكليف السامي، بأنه تحدث عن مشروع نهضة وطني، وتحدث أيضا عن العقد الاجتماعي. أنا أعتقد إحنا دخلنا الآن في يعني جدل نظري حول مسميات ومفاهيم سياسية ومصطلحات يعني ليست واردة في العمل السياسي. في العمل الأكاديمي والثقافي ممكن إن نحكي ونتناقش فيها، بس في العمل السياسي أنا بفهم إذا أنت حكومة جاي بدك تحكي عن مشروع نهضة وطني وعن عقد اجتماعي، تطلق حوار وطني، تطلق حوار وطني ليس حول قانون ضريبة الدخل. ليست مشكلتنا فقط هي قانون ضريبة الدخل، وليست مشكلتنا اقتصادية بحتة. نحن لدينا مشاكل مركبة، مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية، ومنها ذات بعد داخلي، ومنها ما هو ذو بعد خارجي. فبالتالي
المفترض وكنا نتوقع أنه في البيان الوزاري وكنا نتوقع في الرد على خطابات السادة النواب أنه يكون هنالك ما يؤشر لدى الحكومة بأنها تتجه نحو إطلاق حوار وطني، وإحنا بنتذكر تجربة الميثاق الوطني 1989 وما تلا أحداث 89 وصدور يعني تشكيل اللجنة والحوارات الثرية التي جرت داخل اللجنة، حوارات وطنية صالحة أعتقد لهذه اللحظة أيضا، يعني مطروحة ببعد وطني ببعد شمولي، لكنها بحاجة طبعا للتجديد وللتأطير الحديث. يعني أعتقد أنه بجوز العنوان الأساسي اللي اليوم إحنا نحتاجه أنه حكومة الرزاز عمرها من عمر مجلس النواب، وعمر مجلس النواب في أقصى سنتين، يعني أنا بعتقد مجلس النواب والحكومة هم تسيير أعمال، وحتى ننتقل إلى ما بعد المجلس الثامن عشر وما بعد حكومة الرزاز التي ستغادر مع المجلس الثامن عشر، ماذا ينتظرنا؟ هل سنعيد نفس التجارب وننتج مجلس النواب بنفس المواصفات ونبقى ننتج حكومات بنفس هذه الطريقة وبنفس هذا الأسلوب، أم أننا سنذهب إلى ما بعد الثامن عشر، ما بعد الرزاز، إلى مشروع جديد، إلى أفق إصلاح سياسي جديد، إلى آليات دستورية وسياسية جديدة تنتج مجلس نواب نحترمه ونثق به، تنتج حكومة منبثقة من مجلس النواب، حكومة نيابية وستبدأ ضعيفة وستبدأ يعني تتعلمس طريقة، لكنها مع الزمن سيعني ترسخ مفاهيم جديدة في العمل السياسي. أنا آسف للإطالة. تفضل يا سيدي. حديث التاريخ زي ما تفضل معالي أبو شاهر مؤثر كبير، المحيط مؤثر، والتاريخ المتسلسل والدول والصراعات اللي موجودة مؤثرة علينا، لكن احنا ياريت انه احنا نركز على الشأن الداخلي اللي يهم المواطن. ما هو المطلوب منا الآن؟ صار اللي صار عندنا برمضان، هل الحكومة، احنا نتحدث عن دولة الدكتور عمر الرزاز، نقول كشخص، هل شخص بيده عصا سحرية يشتغل ولا يشتغل ضمن فريق عمل؟ هل الفريق العمل متجانس وقادر انه يقود المرحلة او لا؟ هل مجلس النواب قائم بواجباته بالوضع الحالي وقادر انه ينهض بالمستوى المعيشي للمواطن ويدافع عن المواطن الاردني وما يكون حمل على المواطن الاردني زي ما لاحظ المواطن الاردني من نهاية 2017 لغاية الان؟ هذا يا ريت انه احنا خلينا ندغدغ عواطفنا على الامور هاي، وخلينا بلكي خرجنا هيك بنقاط بالنسبه للشان الداخلي الاردني. ما في شك انا يعني هو داخلي، لكن كل واحد من زاويته مختلفه. بالضبط. بس خليني اكمل لو سمحت وبعدين انت قاطعني زي ما بدك. لا، ما هو الكلام كان للدكتور عبد الله نقرش، انا كنت بدي انقل. سيدي، هو انا الاصل انه احنا ندير الندوه، بس ما بعرف جيت انا يجوز اني متاخر شوي. فالحديث كله ضمن الشأن ما في شك، وإحنا كلنا مهتمين بالشأن الداخلي، لكن القضية الدخان قضية موجودة زي القضايا اللي موجودة ألف القضايا بالمحاكم ولا ما عليها إجراءات، بس هل النهج مطلوب أنه يتغير النهج حتى أنه إحنا ما بدنا نحاسب فاسدين؟ هل نقدر إحنا نوقف الفساد ونبدأ زي ما سماه رئيس الوزراء عقد اجتماعي، في بده يجدد عقد اجتماعي وكأنه الدولة مش قائمة على مؤسسات بعقد اجتماعي سابق يعني، ونبدأ انه احنا نشتغل على الطريق الصحيح ونحاسب انفسنا ونحاسب كل المقصرين ولا لا؟ مر عهد كثير وفي قضايا فساد وفي امور كثيرة موجودة، اذا بدنا تنتثر اوراقها رايحة بتصير صراعات داخلية بين حتى النخب السياسية، مع احترامي لكل الموجودين والغايبين، لكن هل احنا قادرين نوقف ونبدأ صح؟ ومن المسؤول عن الحكي هذا؟ وشكرا لكل له الحديث. يتفضل اتحدث. وليد اللي جمعنا بهذه النخبة الطيبة من أبناء البلد والمهتمين بالشأن السياسي والشأن العام، الحقيقة
أنا بدي أكد على ما تفضل فيه الأستاذ، باعتبار أن ما يجري في الأردن وبالمتابعة لنقل الأكاديمية حتى. يعني اليوم أنا وديت كتاب للمطبعة عن الدولة الأردنية الماهية والمكونات، تناولت مختلف المواضيع اللي عمليا بتهم المواطن الأردني. المشكلة الأساسية التي نتجاوز عنها كثيرا، أننا نفترض أن الواقع هو واقع مستقر ودائم، وباعتقادي أن هذا ليس دقيقا. الدولة الأردنية تسير على حد السيف منذ البداية حتى اليوم، وبتقديري أن الشعب الأردني استطاع أن يحافظ على وجود هذه الدولة لغاية الآن، وأن يطورها بصورة إيجابية أكثر مما كان متوقع محليا وإقليميا ودوليا، وهذا جهد يشكر للشعب الأردني. علشان هيك أنا بدأت الحديث في كتابي عن ما يسمى بالمشروع الوطني السياسي الأردني. الآن الحديث بالتفصيل اللي تفضلتوا فيه في جوانب متعددة، في واقع الأمر هذا مطروح دائما. يعني متابعة الخطاب السياسي للحكومات ولمجالس النواب عبر 50-60 اكتشفت أن الفساد هو ليس مجرد حالات شاذة، لا، هو أداة من أدوات إدارة الدولة. عرفتوا كيف؟ يعني هذه هي القضية. فلذلك كان مستقرا ودائما وإلى آخره، وكل مرحلة بمستواها. القاعدة اللي بدي أنطلق منها بالحديث عن موضوعي إنه يا إخوان، بعلم الإزاحة بالفيزياء نشأت في يوم من الأيام، كان هناك مسألة يهودية في أوروبا حلت أنتجت مسألة فلسطينية. المسألة الفلسطينية لا يمكن أن تحل إلا بإنشاء شيء اسمه مسألة أردنية. نحن في المرحلة الحرجة، بمعنى محاولة تصفية القضية الفلسطينية وقطعا على حساب الدولة الأردنية. بالتالي المطلوب هو تكوين حالة وطنية تكون عندها قدرة على التفاوض وعلى الحسم وعلى تقرير مصير هذه الدولة بما هي عليه. وهنا لا أعني فئة معينة من المجتمع، أعني كل المجتمع، من أجل المحافظة على هذه الكينونة واستقرارها. لأنه كل مفصل تاريخي وكل أزمة تطرح التساؤلات الأولى حول وجود الدولة، حول وجود الدولة الأردنية، هل هي باقية غير باقية إلى آخره، وكيف يمكن أن تبقى، وهذه التحولات التي تحدث. من أجل ذلك يطرح سؤال الهوية بذهن أي واحد، أي مواطن أردني يطرح هذا السؤال ويؤكد عليه بصفة مستمرة. ما هو المجتمع الذي بعد قرن من الزمان لم يحدد هويته بعد؟ فالدولة مؤسسة قانونية وسياسية، إذن يجب أن تحدد من هم المواطنون. فإذا هناك قضايا جوهرية أساسية، منها تنشأ مختلف التفصيلات. الذي حدث أو يحدث خلال العقدين الأخيرين أن هناك محاولات لتصفية الدولة الأردنية وتكوين وتصفية القضية الفلسطينية على حساب الدولة الأردنية وتكييف الواقع الأردني بما يتناسب مع هذا الحل، ومنذ اتفاقية وادي عربة، ليس من خلال 10 سنوات أو 20 سنة أو سنة أو سنتين، لا، منذ أن وقعت اتفاقية وادي عربة هناك برنامج لتكييف الأوضاع في الواقع الأردني بما يتلائم مع تصفية القضية الفلسطينية بالمفردات المختلفة التي تعرفونها جميعا. هذا يعني أننا مقبلين على مرحلة تاريخية أكثر تعقيدا مما نعتقد، وحالة الفوضى الموجودة في الإقليم تساعد على ذلك. من أجل ذلك تريد الإدارة الإسرائيلية أن تنتهزها، وتريد أن تفرض مثل هذا الحل، لأنه لا توجد هناك قوة قادرة على المساهمة في صناعة قرار على مستوى إقليمي تقرر طبيعة المنطقة ومستقبلها، لا يوجد. كل الدول العربية الآن غير قادرة على المساهمة في صناعة مثل هذا القرار، فلذلك هناك رؤية خارجية يراد فرضها. في واقع الأمر لا يوجد إمكانية لمقاومة هذا
إلا من خلال تكوين حالي وطني واعي قادر على فهم هذه الأمور، ليس من خلال الفهم العدمي ولا من خلال فهم مبالغ به ولا من خلال خداع النفس التي تقوم بها أجهزة الإعلام مثلا أو يتنطع به بعض المتسيسين. لا، المسألة ليست هكذا. المسألة إنشاء حالة وطنية يكون حالة وعي كاملة لدى الناس بأن مصلحة هؤلاء الناس الإرادة المشتركة بالعيش المشترك وبناء مستقبل مستقل. إذا توفرت مثل هذه الإرادة أو هذه الحالة أو هذه القوة السياسية قادرة على التفاوض وعلى فرض ما تريد، لن تستطيع لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا إسرائيل ولا غيرها من الدول العربية المتعاونة معها أن تمرر ما تريد. هذه هي المسألة. الآن إشغال المجتمع، لأن المجتمع متخلخل من أجل تهيئته لمخرجات خارجية تنشأ حالات الفساد وتتضخم، وتنشأ حالات انعدام الأمن الاجتماعي وتتضخم، وتنشأ حالات الفقر وتتضخم، وتنشأ حالات البطالة وتتضخم، وتنشأ وإلى آخره، كل هذه التفاصيل التي نعيها بحياتنا اليومية من أجل أن يصرفوا انتباهنا بحيث أن نكون مجتمعا سلبيا غير قادر على رؤية المشكلة الحقيقية. النخبوي يعني أتفق أنا مع كل ما قيل من قبل الإخوان من كل الزوايا المتعددة، لكني أقول أنه خلال العقود الثلاث الأخيرة في بنية الدولة الأردنية أصبح هناك تراجع. كنا إحنا على مستوى، يمكن أبو شاهر لما كان في ديوان الإدارة المدنية يعرف أنه مستوى التطور الإداري أو الإدارة الأردنية عالي. خلال الثلاثين سنة الأخيرة صار في إيش؟ تراجع في بنية الدولة الإدارية، وصار فيما بعد عندما أجونا الإخوان الليبراليين الجدد أو اليمينيون الجدد صار في تفكيك لبنية الدولة، تفكيك لمؤسسات الدولة. صحينا على حالنا بعد 2010 أنه صار في خلل في البنية والأجهزة والمؤسسات. اللي أقوله أنا دائما وهذا رأيي الشخصي أن عقل الدولة الجمعي مفقود. عقل الدولة الجمعي ككلية كبعد كلي مش متوفر. احنا بنمشي بالأردن مع الأزمات وبنعالج الأزمات قطعة ورا قطعة أو أزمة ورا أزمة، وكل مرة تتفجر بوجهنا أزمة معينة وبنعالجها بمفردها، ما بنعالج البنية المجتمعية والتراجع اللي صار في المجتمع. احنا عنا في المملكة الآن في اشي سميته أنا، وآسف من كلمة أنا، اسمه نقص اجتماعي. نتيجة ضعف الدولة وبنيتها صار كل واحد يستقوي بعشيرته وعائلته وقبيلته أو منطقته الجغرافية. يعني أي واحد بصير معه أزمة أو يخاف على حاله برجع لوين؟ برجع للبنية الاجتماعية. وهذا كله سببه تراجع درجة المؤسسية في بنية الدولة، low institutionalization. فهذا جزء. والجزء الثاني أنه الفساد عبر التاريخ موجود، من يعني من آدم وحواء ومن قابيل وهابيل لليوم موجود. لكن الفساد في الحالة الأردنية كنموذج أصبح فسادا منظما، وهذا الفساد المنظم له قوة من شبكة المتنفذين أو ما يسمى بمراكز القوة في الحالة الأردنية. كلنا إحنا هالقاعدين كلنا همنا على هالوطن وهمنا على الهوية الوطنية وهمنا على تقدم الأردن وتطوره، لكن من يسمع؟ هذا السؤال. أولا في تراجع للمؤسسات التمثيلية، إن كان البرلمان أو الأحزاب أو منظمات المجتمع المدني في إلها تراجع وإلها دور، والدليل على ذلك ما جرى في الدوار الرابع في فترة رمضان أو في منتصف رمضان الماضي. هذا جزء من المعادلة. وبالتالي البروز مراكز القوى في الدولة وهي مستفيدة ماليا واقتصاديا يساهم في زيادة مستويات الفساد، ويصبح الفساد من فساد فردي إلى فسادا منظما.
هذا جانب مهم في الإجراءات أو الدور الذي تقوم فيه الحكومات المختلفة أو الحكومات المتعاقبة، هو مزيد من الإجراءات التنفيذية، مزيد واللي بنحكى فيه تغليظ العقوبات. دكتور وليد، مخالفة السير كانت بخمس ليرات صارت بعشرين ليرة، وجود صارت 100 في بعض المخالفات و200 ليرة. القصة ليست قصة تغليظ عقوبات وليست مزيد من الإجراءات التنفيذية التي يعاني منها المواطن الأردني في ضوء مستوى المعيشة الموجود. القصة تحتاج إلى ثقافة، حتى القانون هو ثقافة، يعني احترام القانون واحترام سيادة القانون والانصياع للقانون من قبل الفرد هو جزء من الثقافة. ففشل نشر الثقافة القانونية والثقافة السياسية في الدولة هو نابع من فشل مؤسسات المجتمع أو مؤسسات التنشئة الاجتماعية والسياسية بما فيها مؤسسات المجتمع المدني، بدءا من الأسرة وانتهاءا بالحزب السياسي ووسائل الإعلام. ويمكن لاحظنا في الآونة الأخيرة أنه حتى اليوم الإعلام الرسمي أو الإعلام الحكومي متراجع مقابل الازدياد في وسائل التواصل الاجتماعي اللي أطغت على الإعلام الرسمي. يعني حتى نسبة مشاهدة التلفزيون الأردني لا تتعدى 16% من المجتمع الأردني، القرى والأرياف والبوادي هم اللي بيشوفوا التلفزيون الأردني، لكن المناطق الحضرية والمناطق ما طلع حدا يتفرج على التلفزيون الأردني، لأنه بالمقارنة في أحدى الدراسة بين التلفزيون الأردني ورؤية نسبة المشاهدة في رؤية تصل إلى 36% ونسبة المشاهدة للتلفزيون الأردني 16%، وهذا دليل على أنه فشل في الإعلام الوطني على المستوى الرسمي في الدولة. وبالتالي إشكالية أو غياب العقل الجمعي، الاعتماد على شخوص معينين بحد ذاتهم لحل القضايا، عدم وجود مؤسسية، تراجع اجتماعي إلى الوراء أو نكوص اجتماعي، وفشل المؤسسات التمثيلية بخلينا بها الحالة هاي. أضيف إلى ذلك ما تفضلت فيه الأستاذ صالح وتفضل فيه الدكتور عبد الله، إنه إحنا مخترقين، احنا مخترقين بس مش فقط من اسرائيل، مخترقين من كل القوى اللي لها مصلحة في حل القضية الفلسطينية على حساب الاردن. وهذا انه عمر الدولة الاردنية اليوم 68 سنة، وبعدنا بعد 98 سنة بعدنا بنحكي بالهوية الوطنية. يعني في فشل بمفهوم المواطنة القانوني من حيث الحقوق والواجبات. يعني احنا بنقول بدنا دولة مدنية، دولة متحضرة، دولة قوية، اذا بدنا سيادة القانون. عم نفشل احنا في مفهوم المواطن. الانسان يعرف حاله بعشيرته، الانسان يعرف حاله بالبلدة التي ينتمي اليها، بطل حدا يعرف حاله بالوطن. والناس اللي عم بيسيئوا للوطن هم اللي عم بتقدموا. يعني في فئات بالمجتمع تتقمص ادوار تمثيلية للبروز بالمظهر الوطني وهم بالأصل فاسدون ولا يمثلوا لا الهوية الوطنية ولا المصالح الوطنية للدولة الأردنية. وبالتالي هذا كله يطفو على السطح ويصيروا الناس المحترمين الغير الفاسدين الأقوياء القادرين على اتخاذ القرار بالمقاعد الخلفية، واللي بتقدموا الصفوف هم الفئات اللي انتوا كلكوا بتعرفوها وبتعرفوا شو الدور تبعها. وبالتالي موضوع الفساد ما هو إلا قضية واحدة من قضايا أخرى تتعلق في بنية الدولة. والهوية الوطنية الأردنية مهددة عبر التاريخ، ومهددة اليوم أكثر مع إعلان، يعني موضوع صفقة العصر قد بدأ زمان، بدأ من إعلان أن القدس هي عاصمة إسرائيل الموحدة، وبدأ مع إعلان الدولة اليهودية كوطن قومي لليهود من النهر إلى البحر. وبالتالي ما في دولة فلسطينية قادمة. إذا بده يصير دولة فلسطينية بده يصير شكل من أشكال الحكم الذاتي بتبعوه للأردن، وهذيك الساعة بصير الترانسفير المطلوب. إحنا مش ضد يعني الإخوان اللي
اصولهم فلسطينيين، لكن ما دام انت بتحمل الرقم الوطني الاردني انت مواطن، وبالتالي تنطبق عليك شروط المواطنه الاردنيه. وهذا الاشي انه ازدواج السلوك او ازدواج الولاء او الانتماء، هذا اللي لازم احنا نتخلص منه من اجل خلق وحده وطنيه لمواجهه التحديات الموجوده. وبالتالي قضايا الفساد عم تظهر، يعني حتى يمكن قضيه الكهرباء اللي هي بولغ فيها كثيرا على انها اكبر قضيه سرقه كهرباء ومياه في الاردن، حلت على الجرائم الاقتصاديه ب 650 الف دينار طبعا و100 الف دينار، وهذه راح تصير هيك، وهي راح تصير احتمال وارد انها تتحول على جرائم اقتصاديه، وانه والله في تهرب ضريبي وفي 150 مليون بيساووا عليهم تسويه وبيسووهم 10 مليون و15 مليون وبندفعهم بالاقساط، وارد، لانه في مراكز قوى وراء هذا الاشي، ومراكز القوى ما بتحب تظهر في مظهر انهم افساديين، لانهم بيحكوا دائما بالجمعيات الخيريه وعمل الخير وللمخيمات وللمناطق الريفيه والناس اللي محتاجه. وبالتالي اللي اقوله انه في خلل في بنيه الدوله الاجتماعيه والاداريه والسياسيه، وهذا اللي يتطلب نهجا جديدا، بغض النظر سموه عقد اجتماعي جديد سموه دستور جديد، لانه العقد الاجتماعي في الأردن وزي ما حكى أبو شهر هذيك اليوم على تلفزيون رؤيا هو الدستور، هو الدستور، لأنه تكييف العقد عمل الدستور بالأردن زي ما بيقول أستاذنا الكبير الله يسهل عليه عادل حياري، أنه الدستور الأردني يكيف بطريقة العقد بين الحاكم والمحكوم، وهي الصيغة العقدية اللي أنشأ الدستور 52 وأنشأ الدستور 46 حتى كمان، لأنه طريقة المنحة كانت في دستور القانون الأساسي 28. وبالتالي الكلام اللي تفضلت فيه هذيك اليوم على التلفزيون في رؤيا كله كلام قانوني ودستوري صح، قياسا على اللي بحكيه أخونا عادل الحياري في كتابه القانون الدستوري والنظام الدستوري الأردني. وبالتالي احنا يعني بنعيش إشكالات، يعني الفساد بالجامعة، لما علامة الطالب تتغير ومن حيث لا يعلم الأستاذ، واليوم اتناقشت انا وياك فيها دكتور عبد الله، الغش بمقاعد الدراسه على كل المستويات مليان، احتجنا للدرك والامن العام مشان نضبط الثانويه العامه في البلد، مظبوط ولا لا؟ وهكذا. وبالتالي اللي في اختلالات هائله تحتاج الى اعاده نظر، تحتاج لعقل جمعي، تحتاج لثينك تانك. الدوله ما فيها ثينك تانك نهائيا، ما فيها ثينك تانك، يعني كيف يكون المسؤول التنفيذي مستشارا؟ هذا انا مش فاهمانها، انا فيش دولة بالعالم بتخلي المسؤول التنفيذي في نفس الوقت مستشار، وعنا عم بيصير هذا الحكي، بديش اسمي اسامي، وانا اشكر الجميع واسف للإطالة. فنجد نفسنا خارج هذا السياق، احنا دولة عندها مشكلاتها في نشأتها، في تركيبها السكاني، في شخصيتها الوطنية، في طبيعة السلطة السياسية، في علاقتها في أطراف المختلفة، في مصالحهم، في الفساد، في قضايا عديدة. لكن المهم عندما نتعامل مع أي شعار أن نرى الواقع لنستطيع أن نتقدم إلى الأمام وليس أن نبقى مكاننا. يعني لما نتحدث عن الحكومة البرلمانية، الحكومة البرلمانية مش شعار، الحكومة البرلمانية يلزمها مجتمع لديه أحزاب، مش كوتا، مش بدك بالكوتا تطلع، أحزاب حقيقية شعبية بتطلع ناس بمثل مصالحهم إلى مجلس نيابي يمثل برامج يفرض سلطة تنفيذية. إذن إحنا بعدنا مهمتنا كبيرة هي بناء أدوات سياسية في مجتمعنا تمثل المصالح الرئيسية في المجتمع، مش أحزاب هاي اللي موجودة مع احترامي لها، إما موروث تاريخي أو أحزاب الخمسين ألف، لأنه بكرة بيجي المال السياسي بيسوي أحزاب وبأخذ الكوتا.
مثل ما بصير بالنسبية، منقول النسبية بننسى أن النسبية بدها أيضا برامج، بدها قوة. لما كنت في لجنة الحوار الوطني اجوا اقترحوا انه 50% قائمة وطنية، كان خالد الكلالدي وخالد رمضان ومش، قلت يا عمي متحمسين على ايش؟ جهتين اللي بيقدروا يسووا قائمة وطنية. اخوان مسلمين كان قاعد فلاحات تبع الزراعة عبد الهادي والمخابرات، انتم بتقدروا ايش تسووا بجبل حسين؟ شو اسمه؟ انا مهلكوا شوي يا عمي، خلينا نرجع على 89 نظبطه شوي ونمشي لقدام بتجربة كم من سنة وبعدين. المهم أنا اللي بقصد إنه أي شعار يطرح مثل الآن توه الناس بالعقد الاجتماعي، طرحوا العقد يا عمي يا أخوان اطرحوا إصلاح سياسي مثل ما قال الدكتور، اطرحوا برنامج إصلاح سياسي. شو العقد الاجتماعي؟ هل إحنا عندنا توجه في مجتمعنا نروح للملكية الدستورية مثلا؟ هل وقته هذا سوى عقد اجتماع جديد؟ إذن ليش نطرح على الناس قصص تغرق فيها بدون معنى؟ لنبعدها عن القضايا الرئيسية، عن مسألة التفرد بالسلطة، عن مسألة تشكيل الحكومات من خلال رؤية وطنية تمثل فيها كل الشرائح والاتجاهات والناس، مش بس جغرافيا وسياسة وبرامج، اشي واقعي حقيقي يقاس قابل للقياس، انه احنا نتقدم الى الامام. احنا حتى مسألة الديمقراطية يا اخوان، الديمقراطية بالنهاية تطور حضاري بروسيسنج في المجتمع، مش قرار سياسي ولا رغبة. ولذلك بدك نموذج قابل نقيس فيه. لما نتفرج على السويد وبريطانيا نحكي في سياق تاريخي مختلف لمجتمعات مختلفة، لذلك أحيانا الناس بتختلف وهي مش مختلفة، تختلف على شعارات وعلى قضايا وهي مش مختلفة. أنا بدي أشير بس إنه إحنا الليلة قعدنا مشان إجينا كلنا مشان نسمع أخونا مصلح شيك على قصة الدخان، بعدين صرنا نقول هاي الدخان قضية مش مهمة، هاي القضايا الأهم. يا إخوان قضية مهمة لأنها أول مرة بتتفجر قصة بهذا الوضوح لتصبح رأي عام فيها تداخل في إنه في مافيات مؤسسية. لازم تروح للآخر. مش مهم عمر يقول أنا انتحاري، هو بقصد يقول أنا بدي أمشي للآخر. بنمشي له إياها، نوقف عنده. المهم نقول له مش بالنهاية توصلنا ولا أنت محاكم تبعين العمال هذول اللي بيطلعوا السجائر وبعدوهن كومبارس، بدكوا تطلعوا المسؤولين الحقيقيين، الشركاء الحقيقيين في هذه الجريمة الاقتصادية. ولذلك يعني احنا في هذه المرحلة، وانا مع الدكتور لبطوش اللي بيقول انه مهمتنا المجلس القادم، مهمتنا نطلع مجلس قادم احسن من المجلس الحالي مع احترام الاصالة ب10%، بس ب10% يا اخوان طموحاتنا مش كبيرة. الاصلاح بده نضال، بده تراكم، بده اشي تدريجي، وبده منع العودة الى الخلف. الوحدة الوطنية اللي بنحكي فيها واللي بتهدد مجتمعنا موجودة وستبقى موجودة ما دام هناك قضية فلسطينية. انا لو اني من نابلس بظل احس اني فلسطيني وحقي، وهي قصة مناقشة من زمان. ونقول ولذلك القضية الفلسطينية هي قضية وطنية أردنية في البرنامج والعقل والثقافة السياسية بالأردن، بشرط أن الأردن أيضا انتماء له لبرنامجه الوطني الديمقراطي الفلسطيني اللي هون أردني، بده ينتمي لهذا البرنامج. مش بس تقوم المظاهرات
للخبز بتقوم بالطفيلة وبس تقوم لمش عارف إيش، للقدس بتقوم بمخيم الحسين زي ما صار زمان، كانت تقوم في كل الدنيا وهلا لازم تقوم في كل الدنيا. الحماية الأردن بتطلب موقف وطني فلسطيني موحد تجاه مؤامرة الوطن البديل. مؤامرة الوطن البديل مش جديدة، مش جديدة. الأردن هو فلسطين جمعية أنشأها شارون منذ عام 1879 وخلق لها 42 فرع في العالم. قصة قديمة، هي أحد سيناريوهات الحل الصهيوني الأمريكي وستبقى أحد السيناريوهات، سواء بشكل التبعية الإدارية مثل ما أشار بعض الإخوان. المهم أنها تسعى لتصفية القضية الفلسطينية وعلى حساب الأردن. ومن هون احنا موقفنا من القدس موقف حاسم، مش بس لأنه القدس فيه ما فيه جامع وفيه مش عارف ايه، لأنه بدون القدس في مؤامرة الوطن البديل، في تهديد الكيان الأردني الوطني. والحرص على الكيان قضية أساسية. أنا زلمة ما كانت شو سعيتني من المية والمية ترى. الأردن دائما قوم الناس بطبيعته وسيبقى، لكن أيضا الحفاظ على الوطن وعلى الكيان وعلى الشخصية الوطنية مسألة أساسية في كل ما بنشتغله الآن، بمكافحة الفساد، بحكومة أحسن، بمظاهرة، وبأي شيء. قصة رئيسية حتى لا يتحول هذا الوطن، من يوم ما دخلونا في طوابق النهج الاقتصادي الجديد لخلق أردن يعني قابل يستوعب الوطن البديل. أردن رخو، أردن مفكك المؤسسات، أردن غير واضح المعالم. بدأوا في المجتمع ثم في الخدمة المدنية، خلقوا لنا 83 مؤسسة مستقلة، 83 بينما بالخدمة المدنية بس 64. ثم بلشوا بالمؤسسات العسكرية باسم الصناعات وباسم الكذا وباسم الكذا، وهذا الضابط سووا له عقد ب10,000 وهذا سووا له مش عارف ايش. وبالتالي يعني حتى الايمج تبع الدولة اللي بسموه شو الشكل الصورة، هذا يعطوها لقب معالي وهذا يعطوه لقب معالي وهذا مش عارف ايش. بالديوان كان فيه واحد معالي واحد عطوفة، هلا كل رئيس قسم عطوفة، كل مدير دائرة معالي. هذا له معنى كبير في عملية بناء الدولة والمحافظة عليها، مش قصة محافظين، قصة الحرص على الدولة. لأنه الأردن بدون الدولة، أي مجتمع بدون الدولة انهار، أصبح الدولة الفاشلة، ما يسمى الدولة الفاشلة. أنتوا شوفوا بسوريا اللي صار، لأنه الجيش صمت ولا كان انهارت كل بغض النظر شو الصح وشو الغلط، بس يعني انهيار سوريا كان بيعني إنه هذا الإرهاب وهاي الفوضى وهذا القتل وهذا يعم المنطقة. دخلونا وهم الروس اللي يعم المنطقة، الجيش ما تماسك. براو عليهم الروس، والله ما براو عليهم، براو عليهم تقومي يا زلمة. براو عليهم لأنه الباقي 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 الأمريكان، الأمريكان الروس، الأمريكان اللي سلحوا الناس واللي دربوا الناس. اقتر وجود قوات روسية في أرض عربية تقتل الشعب السوري. أما ليش ما احتجيتوا على الأمريكان؟ ما تحتجوا على الأمريكان، احتج عليهم كلهم، احتج على الأمريكان، احتج عليهم وعلى اللي سلحوا الناس وعلى اللي دربوا الناس. لازم أنت الدين اللي قتلوا، لازم الدين اللي قتلوا، لازم الدين القتل. لذلك مليون من الشعب، شفنا اللي صار بليبيا، شفنا اللي صار باليمن، شفنا اللي صار بالسوريا، شفنا ما هي النتائج. انا من اي موضوع كان ربما احكي بطريقه ثانيه غير الطريقه اللي تم الحديث بها.
بطريقة شعبية أو باللهجة الشعبية. الحديث كله عن الفساد، وخاصة الموضوع اللي أثير مؤخر. تفضل دكتور عبد الله نقرش، قال من زمان من سنوات طويلة وكلمة الفساد موجودة قاعدة في الكتب وبتداولوها الناس بشكل عام، مجلس النواب، مجلس الأعيان، تشريعات الأحزاب، الجلسات الشعبية، كله على الفساد. اللي صار القضية الأخيرة كمان فجرت كونها إجت بناء على قضية الدوار الرابع، إجت حكومة جديدة بدل حكومة مقالي، فأصبح الناس متعطشين الآن كلهم بشكل عام إنه محاربة الفساد طريقة معينة، وأي قضية فساد يتمسكوا فيها حتى نستطيع أن نصل إلى الجذور، وبالتالي نخلص من هذه المأساة اللي هي ما يسمى بالفساد. كثير ممتاز إنه في عندنا إرادة سياسية عليا من جلالة الملك، كثير ممتاز إنه عندنا حكومة جديدة، الدكتور رزاز لديه توجه، مسيرته بشكل عام كلها توحي إلى أن هناك جدية حقيقية في محاربة كثير من هذه القضايا اللي احنا بنعاني منها، إضافة للوضع العام الشعبي الكل الآن عماله بترقب. إذا في عندنا مقومات صار الآن حتى يمكن نكافح الفساد، أو أقلها أن نمنع فساد جديد، ما دام هذا التوجه موجود، إذا نتأمل احنا تكون هذه السيناريوهات المستقبلية. حال المواطنين يا إخوان في القرى والبوادي الآن عمالهم بتحدثوا بقضية الفساد، والله الآن لو صير ارتفاع الليلي شو ما كان نوع الارتفاع وحجمه، إلا الناس ظلوا بطريقة معينة ممكن يصمتوا بهذه الآلية مقابل إنه في إشي اسمه فساد، بدنا الفساد. ربما حقيقة ما ينعكس عليهم هم كمواطنين إذا تم محاربة الفساد بطريقة معينة، لكن نقول لك لا، الفساد هو اللي نخر الدولة الأردنية، والفساد هو اللي أدى إلى هذا الضعف وهذا التفكك في كافة مناحي الحياة بكل نواحيها، سياسية، اقتصادية، إدارية، اجتماعية، تربوية، قيمية، سمي ما شئت بهذا المجال. ولذلك من ضمن هذا المنطلق وهذا الإطار أعتقد أنه ما المطلوب، يعني في فساد الآن وأثيرت قضايا، وإن شاء الله تكشف من خلال التحقيقات عن المافيات اللي هي بتدير العملية، مش قصة واحد واثنين وثلاث. متفضل الدكتور محمد القطاتش إنه واحد والله عبى الكرتوني ولا فلان هذا اللي ندينهم، لا، إحنا بحاجة إنه هل بديروا العملية. لذلك يجب أن نتخلص من قضية مهمة جدا، إنه إذا في مدرسة في أقصى الجنوب ولا بادي الشمالية مستند الصرف لللوازم النسخة البيضة، والله ثلاث نسخ البيضة مش موجودة، وهو اللوازم المدخل فيه 20 دينار، وبنحرك فريق وسيارات 5 أيام وبنبلش في القضية هذه ونترك. إحنا الآن الأوان إحنا نصل للمافيات هذه اللي سببت لنا الأزمات وسببت لنا الكوارث بطريقة معينة. أعتقد الشباب، وأنا كنت في مرحلة معينة مستلم المجلس على الشباب وكنا نعد خطط وبرامج، بس أعتقد الآن إنه نتخلى عن خططنا وبرامجنا الروتينية المرحلة هذه، وأن يكون لدينا خطة منهجية بلقاءاتنا مع الشباب. بديش أحكي على السابقة، حكومات سابقة وغيرها، بس بعطي مثال. مثلا الحكومة السابقة سوت مشروع لقاءات مع الشباب كثير ممتاز جدا، إنه انفتاح الحكومة 25 وزير موجودين والكل لابس الفست وكذا والجينز وغيره والآخره، والتقوا مع الشباب. بس شو الحديث كان معش؟ أنا ما بتحدث الآن هذا لأن راحت الحكومة، لا، أنا بعد ما انتهى اللقاء في مدينة حسين الشاه حكوا معي الإذاعة الأردنية، وحديثها مسجل في الإذاعة الأردنية، تحدثت بشفافية كامل حول هذه اللقاءات. مش الموضوع أنه جمعنا الشباب، شو يا شباب تفضلوا شو مشاكلك وهمومكم؟ طيب ما هي مشاكل الشباب معروفة شو هي؟ البطالة والعدالة بالتعليم والوضع الاقتصادي ونتحدث كثير عن فرص المشاريع الصغيرة، ودنا نعطي قروض ميسرة، سمعنا فيها هذا الحكي كله، بس لا في مشاريع صغيرة ولا قروض ميسرة إلا بشروط معينة ومعقدة كمان بتخلي واحد يهرب منها. شو يا شباب، وضعيتكم شو حكوا نفس كلام الشباب، لخصوها 1 2 4 5
ممتاز، تغدوا على الطاولات وكذا، وكل وزير قاعد مع مجموعه على الطاولات. قالوا بعد 3 شهور بدنا نلتقي مع الشباب نفس الدفعه، الدفعه ثانيه. فحكيت في الاذاعه قلت انا هذا اللقاءات يفترض انه كويس التقوا مع الشباب، قالوا شو همومكم. اللقاء الثاني مش مع دفعه جديده كمان، شو الدفعه الثانيه؟ محكوا نفس الهموم هم بس مجموعه ثانيه. يفترض تقول انه في اللقاء تقييم للقاء الاول شو اللي حصل؟ او شو اللي قدمناه للشباب حتى نقدر نقول والله ممتاز في 3 شهور عملنا شيء، شو بدنا نعمل الان شيء جديد ليهم؟ فهاي الروتينيات هذه اعتقد انه الان مؤسساتنا بحاجه انه نتخلص من الروتين، نتخلص من هذه المنهجيات اللي اصبحت الان يعني اعتبرها بالي بهذه الطريقه. الامر الاخر اللي تفضل فيه الدكتور امير مشاقبي فيما يتعلق بالاداره بشكل عام والاخوان. المشكلة يا اخوان الفساد هو الفساد الإداري، وهذا موجود منذ فترة طويلة، وأنا بدي أعطي مثال عليها. التقييم والأداء، ما بنحكي عن تقييم الأداء الموظفين، موجود في السجل السنوي وكذا، وبعدين التقرير السنوي موجود هذا، ربما التقييم يكون هذا روتيني أو كذا، هم في تقييم. لكن ما يتعلق بالتقييم للدرجات العليا خاصة مؤسسات مستقلة، بديش اقول الامين عام، ممكن الامين عام الوزير، بس في مؤسسات مستقله مين تقيمها؟ من يقيم هذه المؤسسات حتى يقول هذا شغلك صح ولا غلط؟ وثي اذا كان تقييم ما هي اداه التقييم؟ شو اداه التقييم له؟ ومن يقيم بهذه الاليه؟ ما في تقييم وما في اداه تقييم، ولذلك تبقى عباره عن هذه المواقع والمناصب عباره عن ترضات خاطر، هذا صاحب وهذا زميل وهذا صديق وهذا ابن عمي وهذا بزكي فلان وعلان، وبالتالي الفساد الاداري هو سبب عندنا الفساد المالي، واصبحت هناك الفوضى بهذه القضايا جميعا. ملخص القضيه انه الان ما دام هناك موضوع معين، ما دام هذه الفتره الان كل هاب مكافحه الفساد، يجب ان يكون النفس موجود في مكافحه الفساد، ما دام انه الحكومه الان هي جاده بالمحارمه، انه الكل يقف معها بطريقه معينه حتى نصل الى الهدف اللي احنا بنتحدث فيه، او حتى كان مقرر الدكتور مصلح يكون حتى يتحدث في الموضوع وثم مناقشته. اذا القضيه الاساسيه هي الفساد، الان هي الفرصه المواتيه، ما دام هناك اراده شعبيه، ما دام هناك اراده سياسيه عليا، ما دام هناك توجه حقيقي ان تقوم هذه الامور ضمن خطه معينه ممنهجه تقوم بها كافه المؤسسات بشكل عام المدنيه وغيرها، والجماعات والاحزاب واللقاءات الشعبيه مثل هذه اللقاءات في القرى والبوادي، كل يتحدث بهذا الموضوع، اذا هاي فرصتنا الذهبيه الان احنا حتى نتخلص مما هو قادم، لانه اذا بقينا على هذا الحالي. لذلك انا بنتقد كلمه معينه، دكتور امين حكى انه الكهرباء 650,000، اعطى مثال، بس احنا مجموعه منا اذا بترجعوا اذا في تسجيل هنا شو قلنا احنا؟ وهاي بتروح مثلها، هاي المصيبة يا اخوان. هاي المصيبة يوم قلنا كلمة بتروح مثلها، إذا احنا استسلمنا فورا. إذا صابنا استسلام احنا إنه أي قرار بيطلع الموضوع مو مثلها، مثل بتمر مثلها، ما بصير تمر مثلها. ما بصير هذه قضية الفساد تمر مثلها. الناس الآن ما بحثوا عن أي شيء، وإذا بتروح الآن تعمل استبانة للناس كلها، بقول لك ارفع أسعار، سوي اللي بدك إياه، بس حارب هذا الفساد اللي نخر الدولة الأردنية. دولتنا واضحت المعالم. دولة صغيرة، دولة فيها بنسعى كنا دائما الناس المخلصين والقيادات المخلصة والناس الوطنيين. وحكى الدكتور أمين على قصة الهوية الوطنية وغيرها، وأنا بختم كلام بس بمثال واحد يا أخوان. كثير الآن ندواتنا وشعاراتنا عن الولاء والانتماء والهوية. أنا في يوم من الأيام كنت مستشار ثقافي في السفارة الأردنية في الإمارات. يجي أحد الوزراء بيعطي محاضرة في الجمعية الأردنية في أبو ظبي. محاضرته كانت عن الولاء والانتماء والهوية الأردنية الوطنية، وحكى كلام نصوص دستورية وتشريعات من هالقضايا كلها بشكل عام. طيب شو النتيجة آخر شيء؟ يعني بدك الأردنيين اللي هم مثلا في الإمارات، يعني شو بدك إياه منهم بالنسبة للولاء والانتماء؟ يعني ما المطلوب فقط نعطي نصوص ولا انتماء والمادة في الدستور تقول 1, 4, 5, 10, 15؟ أو بدك نرفع الشعارات؟ أو بعدين نحط مثلا أغاني عمر عبد الله متعب الصقار وحسين السلمان للأغاني الوطنية، شو المطلوب؟ فتحدثت معه أنا قلت ما دام تحدث عن ولاء وانتماء وهوية وكذا،
للبلد يفترض أن يكون معك طعم جايب للأردنيين المقتربين هنا حتى تحقق ولا أنت مع عمليا. بمعنى آخر، هل التقيت مع الجامعات الأردنية مثلا وجبت للجانب تقول التقيت مع الجامعات الأردنية الخاصة وغيرها وجبت إذا طلابك في التوجيه وخاصة الإمارات 25,000 طالب على مقاعد الدراسة وكلهم منجح وجوا مع طلابك 90 بدل ما يروحوا دول غربية والعمل الصعبة تروح للخارج، إنه هل إنه جبت خصم إلهم من جامعاتنا وأنا جبت لكم خصم اللي بدرس ابنه بالجامعات الأردنية، أنا جبت لكم قرار من الجامعات الأردنية والخاصة هي 30% خصم، والماجستير والدكتوراه هي 40%، جبت لك قرار اللي بيودي ابنه على الأردن كأردني ال 40%، وجبت لك قرار المستشفيات الخاصة بدل ما تعالجوا أنفسكم وأولادكم ونسوانكم برا بالخارج، لا أنا جبت لك قرار اللي بيودي بتعالج مستشفيات أردنية له خصم 50%. إحنا بالحالة هذه الأردنية متوجهة هون للأردن، وبالتالي الجامعات تتوسع والجامعات تنتعش والمستشفيات تنتعش القطاع الصحي بنتعش وبصير عندنا عملة صعبة بطريقة معينة. هذا هو المعنى الولاء والانتماء الحقيقي، وليس عبارة أنه أظل أخطب عليك ولاء وانتماء وشعارات وأغاني بالطريقة هذه بشكل معين. فإحنا بحاجة بالفعل لإجراءات عملية حقيقية وليست لإجراءات نظرية بطريقة معينة. أنا أختم كلامي بالشكل هذا، وشكرا للمعزبنا على هذا اللقاء، شكرا للإخوان جميعا.